لو طير ما بيطيرش او قلبي ما يغنيش او في الحياه نمشي من غير امل بيعيش السلام عليكم. لازم أقابلك ضروري جدا، في حاجة مهمة. أنا آسف لو كنت نزلت بسرعة كده وخضيتك، بس الموضوع بجد مش سهل ولا بسيط. الناس دي أنت ما تعرفهمش قدي.
معرفهمش ازاي يا استاذ يوسف، انت ناسي ان هما مكسرين عليا العربيه وضربني ودخلوني العنايه المركزه؟ لا انا اقصد انك ما تعرفيش عقيدتهم. منهم ناس كتير قوي معمول لهم غسيل مخ، معتقد انه لما يضربك او يموتك يبقى هو كده بيجاهد في سبيل الله. الموضوع دلوقتي بالنسبه لهم فرصه، فضلوا يستنوها العمر بحاله. ليهم زمايل واساتذه دخلوا المعتقل وتعذبوا وماتوا في سبيل الفكره، عشان كده عندهم استعداد يضحوا باي شيء عشان مشروعهم ينجح. ما هو احنا كمان عندنا استعداد نضحي بكل حاجه عشان البلد دي ما ترجعش العصور قبل التاريخ. انا خايف عليكي. بجد؟ طبعا بجد، مش جارتي. ونعمه كبيره يا استاذ يوسف. ما بلاش استاذ يوسف دي، ما انا بقول لك انا اسمع عادي. والله فكرت اعمل كده، بس بصراحه يعني خفت تتضايق او حاجه. على فكره انا مش بني ادم معقد زي ما ناس كتير فاهمه، واكيد انت واحده منهم. لا خالص، انا بعد ما سمعت الكلام اللي انت قلته في اخر حلقتين من البرنامج بقى عندي يقين ان انت بني ادم بتقول اللي انت مقتنع بيه بغض النظر عن اي نتائج، ودي بقى حاجه ما بيعملهاش غير الانبياء والصور. وبما اني مش نبي يبقى اكيد سائر بقى. طبعا سائر. يا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها. بقول لك ايه، ما تيجي معانا الاتحاديه؟ انا فيها ايه؟ مش شاب ومصري والبلد دي تهمك؟ انت نسيت الشيخ عماد عفت؟ الله يرحمه. الله يرحمه. الراجل ده كان راجل دين برضو ولا ايه؟ بقى انا جاي اقول لك ما تنزليش، انت عايزه تنزليني انا؟ خلاص يا سيدي، خايف عليا انزل احميني. طب عشان خاطري ما تنزليش. والله خاطر حضرتك مهم قوي، بس بصراحه ما ينفعش، ما اقدرش ما انزلش. طب خلي بالك من نفسك. حاضر. تصور يا سليمان بيه جاي في نص الليل يقتحم عليا اوضتي لمجرد ان منبه الاليسه مي انه بيلعب بمشاعرها. انا حزين جدا على الراجل ده، معرفش يا اخي ايه اللي قلبه القلبه السودة دي. واضح انك ما فهمتوش كويس يا بابا. انا عارف انه بيحب الفلوس اكتر من اي حاجه في الدنيا، بس كان بياخد فلوس ويجيب فلوس، حتى ده دلوقتي ما بقاش موجود. المعلنين زعلانين جدا، بيقولوا لو استمر على كده حلقه واحده هيغيروا عقودهم. هو انت ناوي تجيبه تاني بعد اللي عمله؟ الشغل حاجه والمشاعر حاجه تانيه يا مايا. طيب تسمحوا لي اتدخل؟ اه طبعا اتفضل، انت بقيت واحد مننا يا حسن. ربنا يخليك يا سليمان بيه. اصل يوسف لو عمل 10 حلقات مش حلقه واحده خلاص راح في سكه مش هيرجع عنها تاني. ايوه، بس لازم اجيبه واتكلم معاه واديله فرصه اخيره. ده يبقى من كرم اخلاقك يا سليمان بيه. وانت ناوي على ايه يا استاذ حسن؟ ما بلاش استاذ دي انسه مي. وانت كمان بلاش انسه دي. ماشي يا مي، انا عندي شقه كده في المغربلين من ايام ما كنت طالب، هقعد فيها لغايه لما امور تتسهل ان شاء الله. سيب دي عليا انا. انت دلوقتي داخل على طريق النجوميه، وجزء كبير قوي من نجوميتك ساكن فين، بتلبس ايه، راكب عربيه نوعها ايه. بقول لك يا بابي. نعم. اذا يوسف كمل بنفس الطريقه دي الحلقه الجايه والمعلنين سحبوا من البرنامج بتاعه، احنا نخلي حسن يبقى مكانه، وانا هبقى البروديوسر بتاعت البرنامج، وهغير كل حاجه فيه من اول الديكور لحد حسن نفسه. انت ايه اللي جرارك يا يوسف يا ابني؟ في ايه بس يا مولانا؟ مالي الكلام اللي بتقوله وبقالك حلقتين مش عاجبني خالص. انا بقول الكلام اللي مقتنع بيه. مقتنع بيه؟ انت ايه اللي غيرك دماغك؟ أقول لحضرتك ومتستغربش. قول يا سيدي. أنا طول الوقت في حاجات جوايا محيراني، بس كلام الأنسة آيات عن المنهج المختلف للدعوة وعن العسر واليسر أثر فيا قوي، وخلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير قوي في حياتي. حد يسمع كلام آيات؟ دي بنت دماغها ناشفة وعايزة كسرها. مش حقيقة يا مولانا، آيات عقلية محترمة جدا، أهم كتير من الشيوخ بيطلعوا لنا في التلفزيونات بيسودوا عيشة الخلق وبيكلموا في كلام ضد الدين مش معاه. من غير فلسفة يا يوسف، في ناس كبار قوي كلموني عنك واعتبروا إن كلامك عن حرية المرأة وإن الموسيقى حلال ضد دعوتهم شخصية. يعني أنت هتبقى عدوهم مش مجرد واحد بيقول رأيه. وأبقى عدوهم ليه؟ ما كل واحد يقول اللي هو عايزه، وفي النهاية الجمهور يحكم وربنا يحاسبنا كلنا. هو انت مش فاهم يا يوسف ولا فاهم وبتصعبط؟ ربنا يسامحك يا مولانا. تعرف انا بحبك قد ايه؟ عارف، وبعتبرك زي ابني بالظبط. الموضوع بالنسبه لهم مش هديه، ده بيزنس، بيزنس ومصالح، وانت كده بتضر بدعوتهم. ولو انت مجرد دعايه هفيه يعني، ولا كانوا عبروك ولا كانوا كلموني حتى عشانك. كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ونعم بالله يا سيدي.
شيخ يوسف. اهلا، ازيك يا انسة ايات؟ الحمد لله، انت ازيك؟ الحمد لله بخير. لسه زعلان مني؟ بالعكس، انت عملت فيا جميل عمري في حياتي ما انساه. انت كلامك فوقني لحياة الدين اللي كنت نسيته قصاد كاميرات التلفزيون وصور مع المعجبين. انت داعية محترم ومكسب حقيقي اللي لازم يعرفوا دينهم كويس. اشكرك على الكلام الجميل ده. ده مش مجرد كلام، دي مشاعر حقيقية. انا فعلا اتفرجت لك على اخر حلقتين، وبصراحة انبهرت جدا بحجتك وصدقك اللي كان باين في كل كلمة انت بتقولها. وربنا فعلا سبحانه بعتك في توقيت بيتم فيه تشويه الاسلام الوسطي المستنير بدعاوي دنيوية ولا يمكن تبقى دينية ابدا. ربنا معانا جميعا. ربنا يعينك على الناس دول، عشان بجد المشوار صعب قوي. يا مسهل. خلاص بقى يا معلم، عدى المره دي. الواد غبان وعايز ياكل عيش يا معلم. ما انا شغل السبسبه وتامر حسن ومهند اللي هو عايشني فيهم دول ما ينفعوش معايا. مش كل واحد حبي لي بيت يقعد جنبها وينام منها وما يجيش الشغل ده اكل عيش مام، مش لعب عيال. خلاص يا معلم، عشان خاطري مش هعملها تاني. خلاص بقى يا كبير، طول عمر قلبك كبير. خلاص خش اتنايل، بس لو عملتها تاني ما اشوفش وشك. متشكر يا معلم. المحل في شنوده ماله نافش ريشه علينا قوي كده؟ عشان بتوع الصين يا معلم بيلموا الزباله كلها وعايزين يدفعوا فوري وياخدوا بسعر احسن من اللي بناخد بيه. يعني هو بيبيع عشان الصينيين؟ ما هي الدنيا دي بنت لذينة يا معلم، عماله بتشقلب فينا واحنا مزنوقين له. طب ايه رايك بقى انا مش هاخد منه وهجيب من الصعيد او من بحري؟ والنقل يا معلم. انا هتصرف. انت لسه واقف ما تخش تشوف شغلك. اه انا اسف يا خديجه اذا كنت زعلتك، بس بصراحه ما قدرتش. غلطه مش غلطتك يا يوسف، انا طول عمري عارفه انه بيغير منك، بس قلت لما اشتغل في القناة خلاص هيهدى. بس واضح ان اللي جوه قلبه ما تغيرش. كلها يومين وهيرجع، ما يقدرش يستغنى عنك ولا عن عيشة. كان زمان يا يوسف لما كان محتاج لنا. وليه يعني؟ انا علشان خاطرك انت بس مش عايز اكلم سليمان بيه خليه يطرده برا القناة، وانت عارف اخوك كويس لما يحط حاجة في دماغه بيعملها. بلاش يا يوسف، عشان خاطر عيشة. ماشي خديجة، بس بقولك ايه، ولا تكلميه ولا تروحي له زي المرة اللي فاتت. مش هيحصل، متخافش. اتفضل يا حسن. هو المطبخ صغير شوية، بس انت طبعا كل اكلك هيبقى دليفري من بره. دليفري ايه يا مي؟ ده انا بطبخ احسن من خديجه مراتي. تاني يا حسن هتفكرني تاني. اسف والله ما قصدي. حسن ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا، اطلبي زي ما انت عايزه. ممكن نبقى صحاب واتكلم معاك بصراحه؟ اولا انا شرفني ان احنا نكون صحاب. تاني حاجه بقى، انت لو ما كلمتيش معايا بصراحه معناها ان انا غريب، ودي حاجه هتزعلني. انا عمري ما تخيلت ان يوسف يكون بالنداله دي. هو مش ندل بس، ده غبي كمان، وبعدين هو الخسران مش انت. صراحة أكتر وما تزعلش مني؟ أكيد مش هذا. خديجة مراتك طلعت غير ما كنت فاكراها خالص. ليه؟ عملت إيه؟ يعني اعتبرتها زي أختي وحكيت لها عن يوسف وبحلم بإيه معايا وفتحت لها قلبي، وفي الآخر هي اللي تروح معاه عشان تخطب له من غير ما تقول له عيب ولا ما ينصحش. طب يا سيدي على الأقل كانت تنصحه إن هو يبقى صريح معايا. خديجة طيبة وغلبانة. محدش طيب ولا غلبان يا حسن اليومين دول. دي مراتي وأنا عارفها كويس. خديجة مشكلتها الوحيدة إنها بتحب يوسف حب عمياني زي ما بيقولوا. ما بتشوفش فيه اي عيوب، ولو شافتها ما بتصدقهاش. دي مصيبه، ده مرض. سميها زي ما تسميها، بس ده سبب مشاكل بيننا طول الوقت. مشاكل غريبه، مش باين ان في بينكم مشاكل خالص. قصاد الناس بس الحقيقه مش كده. ربنا يهديها ويهديها. المهم الشقه عجبتك؟ عجبتني جدا طالما انت اللي اخترتيها. هي بتاعتك؟ لا، بتاعت واحده صاحبتي عايشه في امريكا. هي مش هتيجي قبل سنتين، سايبها لي عشان اجرها لها. طيب وهي اجرها كام في الشهر دي؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده خالص، القناه هي اللي هتدفع الايجار. بقى كل ده يحصل وانا مش هنا؟ هو ايه هو اللي كل ده؟ نعم نعم، بقى يوصلك ويرجع يكلمك، كتب رايحه وابحاث جايه وتليفون ومقابله، وتقولي لي ايه اللي حصل؟ عارفة آخر حاجة كنت أتخيلها إن أنا أهتم بحد زي يوسف. قولي تحبيه. لا بدري قوي على تحبيه دي. طب يحبك هو؟ إيه الأوفر ده؟ ولا هو؟
من يوم المستشفى وانا قايله لك نظره عينيه فاضحه. لا على فكره هو اهتمامه بيا وخوفه عليا ممكن يبقى شعور انساني عادي. لا لا ما تكدبيش على روحك، انت وقعتي سيدنا واللي كان كان، ده كفايه اخر حلقتين بيتهيالي كان بيكلمك انت وبيقول افكارك انت. انا خايفه يا منال. نسمه خايفه؟ بركاتك يا شيخ يوسف. هتسكتي ولا اقوم واسيبك؟ لا لا خلاص هسكت، كملي. خايفه من ايه؟ بصراحه خايفه يكون اللي بيني وبينه ده بدايه حب، وبصراحه كمان خايفه علشان لا تربيته زي تربيتي ولا طريقته زي طريقتي. طب ما الراجل بيتغير اهو. لا ما هو الموضوع بقى مش بالبساطه دي. ايوه بس ده زي القمر. انت ايه التفاهه دي؟ طب بذمتك انت دي مش حاجه تكذب؟ تكذب في الاول بس لمده 10 دقايق بس، بعد كده هيبقى عادي. مشكله ان انا ظبطت نفسي وانا بفكر فيه وبفتكر بوكيه الورد اللي هو بعته، ولما نزلت قبله لبست لبس لايق على بعض وكنت واخده بالي من شكلي ولا كاني عيله عندها 16 سنه. الله 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 الله. ايه مالك؟ قولي كمان، فكريني بالايام الحلوه. بتتريقي؟ ابدا والله. الغريبه ان هو راح قريب يخطب واحده خطوبه صالونات كده ورفضته. ده بيهرب من حبك يا جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نسمة؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا محمود، انت ازاي؟ كانت لسه بتسأل عليك. مكتئب. ليه؟ يعني انت عاجبك اللي بيحصل في البلد؟ لا طبعا مش عاجبني. مش فاهم عايزين ايه؟ الدستور واتعمل، مش عايزين يرجعوا للصندوق ليه؟ مش هي دي الديمقراطية اللي هما بيقولوا عليها؟ معقولة انت مصدق التمثيلية دي؟ تمثيلية؟ هو انتوا لما كلام ما يعجبكمش تقولوا عليه تمثيلية؟ مين انتوا؟ بقولك ايه يا حبيبي، انت جاي من الشغل تعبان، ما تقوم تغير كده وتاخد شاور. انا هقوم امشي. اقعدي بقى، احنا ما كملناش كلامنا. معلش اصل انا ورايا تحضيرات كتير للمليونيه اللي جايه. وانت ايه اللي خليك تروح تقول للشيخ يوسف؟ مش استاذي وخيره عليا؟ خير ايه يا ابو خير، ده مليونير تشغل عنده مرمطون، وبعدين انا سايبك تبيع اعلام في الشوارع اللي تكسبه العبه يا منعم. عايز نبيع مبادئ؟ معلش مبادئ ايه؟ انت مش بتقول الناس دي على خلق ودين؟ ايوه على خلق ودين، بس الموضوع معاهم ممكن يوصل لدم. دم ازاي؟ عايزيننا نروح المظاهره اللي جايه ونضرب العيال العلمانيين. السلام عليكم يا ولاد. ازيك يا ام؟ ازيك يا خال؟ ازيك يا وادي عليش، يعني بقالك كتير ما جيتش المنع. مشاغل والله يا خال. طب يلا حضرت لكم لقمه تحت فيها لحمه من عند الست اللي بشتغل عندها. هو انا مش قلت لك مليون مره ما تجيبيش حاجه من عند حد؟ احنا ما بنشحتش. نشحت ايه يا واد؟ ده حقنا، المليان بيكب على الفاضي. معلش يا خلص الحاله ضنك اليومين دول. وكمان الشغلانه دي ما تروحيهاش تاني، انت فاهمه؟ لما تبقى تكفي بيتك مش هبقى اروحها يا ضنايا. علمتوش يا ولاد؟ اخيرا فرح البت نعم على المعلم نونو الاسبوع الجاي. عارف يا بنت انك مش مبسوطة وزعلانة مني، وزمانك بتقول يا ابويا رماني بشوية فلوس وغوايش ذهب. ما بقولش حاجة يا ابو، اديني ساكتة وراضية بنصيبي. اللي زينا لازم يرضى يا نعمة، واحنا مرضناش هناخد فوق دماغنا. انا كان نفسي ليلة فرحك تبقى احلى ليلة في عمري، بس الدنيا مش سيما ولا فيلم عربي. الدنيا فقر وعيشش وعشرين في اوضه واحده، عيال بتاكل من الزباله وتشرب من المجال وتموت من غير علاج. هي دي الدنيا اللي احنا عايشنا وهنموت فيها يا نعمه؟ اما هتتجوزي واحد زي النونو جايز تموتي وانت عايشه، بس العيل اللي هتخلي فيها يعيش زي البني ادمين. الجوازه دي مش عشانك انت يا نعمه، الجوازه دي عشان خلفتك، على الأقل واحد من صلبك يبقى بني آدم.
هشام حقك عليا، النبي ما هزعلك تاني. وبقيتي بتفهمي في الست كمان اهو. ادخل. انت لسه صاحيه؟ مش جايه نوم يا ماما. ليه يا حبيبتي؟ بابا وحشني. طب روحي نامي في سريرك وانا هاجي انام جنبك. هو انت كنت بتسمعي اغاني؟ لا، بس انا كنت سامع حد بيغني. لا دي اكيد في الشارع. انت جايه تسالي على ابوكي ولا تفتشي ورايا؟ تقولي حاجه يا ماما؟ تصبح على خير. زعلت منك قوي يوسف. ليه وانت عارفه اللي بيني وبينه؟ صدقي بايه، انا اسمع كلام مروه الصغيره وما اسمعش كلامه هو. ما لقيتش حد قدامي غيره يا سي عبده، وقلت ده بتاع ربنا، اطريق قلبه قاسي زي ما انت بتقول. طب صدق بالله انا ما ندمتش في حياتي على حاجه عملتها غير مروحي ليه. انا رجعت عشان ما احوجكيش لمروحك ليه تاني. عمري ما كنت هروح له لو هموت يا سعبده، والله العظيم ما كنت هروح له تاني لو هموت. انت ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ومن دخلتك عليا. انا عرفت امتك يا سعبده لما سبتني اليومين دول، وحياة النبي ما تعملها تاني يا شيخ، والنبي ما تعملها. لو عايزني انزله من بكره الصبح هروح انزله. هتسميه عبده، والنعم انا اسميه عبده. وانا من امتى بقدم سكريبت عن موضوع الحلقه اللي بقدمه دي؟ رقابه بقى ولا ايه يا سيدي؟ ولا رقابه ولا تدخل ولا اي حاجه. جرايه يا جو. امال ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ الكلام ده مش من عندي، ده الوكلاء بتوع الاعلانات كلموني وقالوا لي ان الموضوعات اللي انت بتقدمها في البرنامج ما بقتش تجيب اعلانات. ما يخصنيش انا الكلام ده. يعني ايه ما يخصكش؟ امال يخص مين يا يوسف؟ انا لما تعاقدت معاك ما كانوش موجودين بتوع الاعلانات دول، ولا في بند في العقد يقول انا اقول ايه وما اقولش ايه. يا اخي ما انت عارف الشغل بيمشي ازاي. وبعدين ايه المشكله؟ ما ترجع للي كنت بتقوله الاول والمشكله تنتهي. تعرف كويس قوي يا سليمان بيه ان انا مش هقدم غير اللي انا مقتنع بيه. وانت عارف كويس قوي ان انا رجل اعمال مش فاتحه مستوصف خيري، ومش هقدم في القناه بتاعتي الا اللي انا مقتنع بيه. يبقى بيننا العقد والشرط الجزائي يا سليمان بيه. زي ما تشوف يا مولانا. يوسف خد بالك من نفسك عشان في ناس كلامك مش جاي على هواها. الحمد لله، كل يوم بينضم متطوعين من جند الله لإقرار شرع الله. فاهمين إن إحنا وصلنا للي إحنا فيه ده بالسهل، ما يعرفوش كم الشهداء اللي ضحوا عشان نصرة الدين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أهم من التدريبات دي تحديد موعد النزول. ودي مين اللي هيحددها؟ إحنا. إحنا؟ من غير ما نرجع لمولانا ولا ناخد مشورته؟ مولانا يهمه النتائج، انما مين يعمل ايه امتى ازاي دي مسؤوليتنا، وانتوا معايا طبعا. والهجوم يا شيخ علي هيبقى بالنهار ولا بالليل؟ والله يا ابو حفص مش مهم التوقيت قد ما مهم ان احنا لما نهجم يكون عددهم قليل. ما هم بينزلوا بعدات كبيره. هيزهقوا. هيزهقوا ويملوا وعددهم يقل. ساعتها نضرب ضربتنا. طب واحنا هنعرف عددهم ازاي؟ جرايه يا مولانا، ما التلفزيونات بتذيع من الميدان ثانيه بثانيه. يلا النصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الساعه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال. عليش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لسه مغيرتش هدومك وقاعد بتقرا جورنال كده؟ هتتاخر على البرنامج بتاعك. تعالي بس اقعدي جنبي. خلاص ما عادش في برنامج. ايه ليه كفل الشر؟ الناس ما بقاش عاجبها الكلام اللي انا بقوله. ناس مين دول؟ وعرفت منين انك مش عاجبه؟ سليمان قال لي ان المعلنين مش عاجبهم الكلام اللي انا بقوله وقلبين عليا. حب يتدخل بس انا رفضت. اتقطع لسانهم ولسانه هو كمان. ليه؟ هو ملوش مصلحه في اللي هو بيقوله ده. المعلنين واصحاب شركات الدعايه والاعلان دي ناس ما عندهاش قلب، بتوع بيزنس. كل اللي يفرق معاهم نسبه المشاهده. فرقش معاهم خالص انت بتقولي ايه، ولا المضمون ولا الرساله اللي انت عايزه توصليها للناس. طب ما ترجع يا حبيبي للي كنت بتقوله في الاول. ازاي يعني يا خديجه؟ لا طبعا مستحيل. كل ده عشان اياد دي؟ خالص، هي كانت سبب من ضمن الاسباب. بس زي ما انا كنت مقتنع بالكلام اللي كنت بقوله قبل كده، انا دلوقتي مقتنع ومؤمن تماما باللي بقوله، وما عنديش استعداد خالص اني اغيره. طب وبعدين يا حبيبي هتعمل ايه؟ هتقعد في البيت يعني؟ هزهقك صح؟ لا خالص بالعكس، ده انا اشيلك جوه قلبي. مش عايزك تبقي متضايقه. انا لو عايز انزل من بكره في 100 قناه هعمل كده. وهيبقوا هم الكسبانين. خلي المحامي بس الاول ينهي العقد عشان ابقى حر. ربنا يعمل لك اللي فيه الخير. مفيش اخبار عن حسن؟ شو من اللي فيه اراء كلها غلط في غلط وتقتنع بيها انت واهلك على طريقه السم في العسل يعني. معاده؟ معاده ليه؟ غريبه قوي. ليكون عيان. موضوع اكيد له علاقه بالحلقتين اللي فاتوا. رايحه فين؟ اشوف فيه ايه. هو اكبر من انه يعلن الخلاف اللي بيننا، فقال ظروف خاصه. وانت هتسكت على ده؟ اعمل له ايه يعني؟ مش عارفه، بس الحلقه المعاده اللي اتذاعت دي فيها افكار انت النهارده بتقول عكسها، ده على طول يشكك في مصداقيتك عند الناس اللي بتتفرج. كلام مظبوط برضه. ممكن يبقى حل ان انت تطلع في قناه من القنوات تحكي كل اللي حصل ده وتفضحه. بفكر تبقى خطوه مؤجله وانزل على الفيسبوك ستيتس بالكلام اللي انت بتقوليه ده لحد ما اخد راي محامي. الحل ده برضه كويس. تتصوري بيهددني بالناس اللي مش عاجبهم رايي؟ يوسف انت لازم تمشي ومعاك حرس. انا ويوسف صحاب من زمان قوي، واحنا الاثنين تلامذه الشيخ وجدي. هو راجل عالم بس متشدد وذكي، بيعرف يعمل ايه امتى ويكسب مرديه ازاي. طب اشمعنى يوسف بقى ستار قبلك بكتير؟ عشان اتدبست واتجوزت. هو الجواز تدبيسه؟ اه طبعا، لما يبقى اللي معاكي مش عارف يزقك لقدام وكل اللي بيفكر فيه المحشي والملوخيه اكيد هيحصل اللي حصل. يعني شوف انت مثلا عملتي معايا ايه وفي وقت صغير ازاي. انا تقريبا بقيت واحد تاني. كم بالنسبه ليوسف بقى، ولا عنده مسؤوليه ولا حاجه، ولا عنده بنت صغيره يوديها المدرسه ولا لازم يقعد يذاكر لها. انا كل اللي كنت مستنيها مي فرصه، ولما جت عرفت تستغلها كويس. صباح الخير على السكنة هنا جنبي في كل مكان. صباح الحب بيرفرف ما بين قلبي وبيغرد كما الكروان.
بفتح عيني على الدنيا وانا مستني نظرتها ولمسة حب تخلقني وتبعتني في دنيتها وبسمتها اللي بتنور ربوع الكون مصحباني في لحظة صمتي وفي شوقي وساعة عشقي وجنوني ونظرة واحدة من عينها تنسيني الشقة وتمحي جبال متزحمة بهمومي وضحكتها بتكسر قيودي والقضبان صباح الخير على عيونها حبيبتي الساكنة في نفسي وفي نبضي وكل مكان. يا عنتر ما تخلصنا بقى وتطبع ديوانك. بقوله كده بس دايما كسلان. طب انا راضي ذمتكم، هاتولي دار نشر واحده ممكن تنشر ديوان لواحد محدش عارفه. واحده بس؟ اقول لك اتنين حالا، عندك مارت وعندك المصريه اللبنانيه، ياما بينشروا حاجات لناس جداد. خلاص يبقى نشوف الكلام ده بعد الخطوبه بقى ان شاء الله. ايوه اعمل ان حاجتك بقى هي الخطوبه. بقول لك ايه؟ اجل لها الخطوبه اللي بعد الديوان. لا يا حبيبتي الديوان قاعد انما انا لا. خلاص خلاص. كفايه تهريج، هرجنا كتير، خمسه جد. حضرتوا خيام للاتحاديه قد ايه؟ 10 تقريبا. قليل قوي. ما احنا مقسومين شويه في الاتحاديه وشويه في التحرير. ايوه بس انا سامعه ان احتمال يحصل هجوم على الاتحاديه عشان كده العدد ما ينفعش يبقى كده. خلاص يبقى نقعد مع كل الائتلافات وجبهه الانقاذ واللي نتفق عليه كلنا ننفذه. الو يا استاذ يوسف. ما قلنا يوسف كفايه. ماشي يا يوسف. اخبارك ايه؟ انا بخير الحمد لله اهو، لسه مخلصه اجتماع مع الشباب ومروحه. ما ينفعش كده يا نسمه، انت مستهدفه، ما ينفعش ترجعي بالليل لوحدك كده. اي يعني اعمل ايه؟ ما هو انا ما قداميش اي حلول غير ان انا اروح وارجع لوحدي، غير كده هبقى محبوسه في البيت. يا ست لما تبقي مضطره تتاخري كلميني وانا اتصرف. هتعمل ايه يعني؟ هتيجي تروحني بنفسك؟ اه، ويقول واحده ليبراليه زيك راجع مع شيخ راجع زيك. لا 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 اوعى تقول كده، انت خلاص بقيت سوراجي اكتر مننا اصلا. ها بقيتي فين؟ خلاص انا على بعد شارعين من البيت. طب اول ما توصلي طمني. خش. درش ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ محتار. محتار؟ بدري عليك قوي يا عم مصطفى انك تبقى محتار. تعال. ها قول لي ايه اللي محيرك بقى؟ انت مكسوف مني ولا ايه؟ لا. طب ما تقول. انا عدت الحلقه الاخيره بتاعتك على اليوتيوب اكتر من مره، شفتها كتير مش فاهم حاجة، متلخبط. ليه متلخبط ليه؟ موضوع الموسيقى ده انت دايما بتزعلين عليه. ايه اللي حصل؟ بص يا درش، البني ادم مننا طول ما هو ماشي في الدنيا دي هيفضل يتعلم لحد ما يموت. اللي تفتكره صح يطلع غلط والعكس. وانا لما كنت بقول ان الموسيقى حرام كنت بقول الكلام ده من مصادر صحيحة. لكن في مصادر تانية بتقول غير كده، زي الامام الغزالي مثلا. وفي الأول والآخر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وأنا استفتت قلبي وقال لي إن الموسيقى مش حرام. فاهمني؟ إذا كنتم تريدون الجنة فالطريق أمامكم، كونوا أسودا تحمي العرين لا دجاجات تأكلها السمين. إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية. 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 أنا حاسة إن العدد قليل قوي. المهم المعنى يوصل لهم. الاسم خايف علينا. بالظبط كده، طول ما عددكم كبير محدش هيقرب لكم. يعني رأيك يمشوا؟ رأيي يجوا ناس من التحرير يملوا المكان، أو بقى الناس كلها تروح النهاردة ونرجع بكرة بأعداد كبير. وفريدي هجموا على التحرير. التحرير أساسي ما ينفعش يتساب لهم. أنا بصراحة قلبي مش مطمن. اطمني، أنا بالليل هتكلم مع الشباب وكله هيبقى تمام. طب كلمني على طول، طمني والنبي عنتر.
حاضر تقلقيش. خد بالك من نفسك. طب يا ستي بقيت علي غطيه بالليل. يلا يا غلس يلا. انا هي اول مره هكلمك. الحيطه اللي هو بيحتمي بيها دي بيحتمي بيها من 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 مواطن مصري اصلا. هي البلد كل ما تهدى لها يومين يجوا شويه العيال دول ويشعللوها من تاني. يعني انتباه لو كنتوا بتحبوا الحياه. حتى الابتسام ويطردوا حلمك في المنام ويفتشوا عن وراك. انت بالت يور ظلامي صدروا حتى الابتسام ويطردوا حلمك في المنام ويفتشوا عن وراك. ضموا السطور وارسموا شوف شغلي بكره وللحياه.